طبعا هذه تكون بها خاصيتين، مثل ما تلاحظون هذا هو التيل اللي يكون عادة نن بولار هيدروفوبيك تيل، اللي هو يكون غير ذائب في الماء، ووتر انسوليبل، وراح يتكون ايضا من الهيد اللي هو تكون بولار ونطلق عليه انه هيدروفيليك اللي هو ووتر سوليبل. طبعا كلتا يعني راح تتجمع الهيدروفيليك، راح تتجمع اللي تحب الماء بالخارج، والهيدروفوبيك راح تدخل إلى الداخل. In water the tail become tangled، يعني هذه التيل راح تتشابك مع بعضها، and leaving the charged head sticking out into the solution. فهذه ما الذوب، وهذه الذوب فراح تكون عندنا المايسيل. المايسيل اللي هي مهمة ليش؟ لأن transport in the important in the transport of insoluble lipid in the blood، اللي راح تنقل لنا الدهون الغير ذائبه in the blood and in the action of source، وهي نفس فعل الصوابين، نفس فعل الصوابين، نفس الفكره، لان الاوساخ راح تتجمع بهذا المكان، بتدخل بالداخل وتخرج الفقاعه الى الخارج. مثل ما تلاحظون هذا الرسم اللي هو هذه هو البولر اللي هو على السطح، يكون هذا هيدروفيليك جروب، وعندنا الداخل اللي هو الووتر انسوليوبل اللي هو هيدروفوبيك جروب. الكومبلكس ليبيد نحن اخذنا عندنا الترايجليسيرايد ذكرناه، وقلنا هو يتالف من الجليسيرول ومن ثلاثه من الفاتي اسيد. طبعا هوني الفرق يعني راح مع الكومبلكس ليبيد، راح الفرق انه راح يستبدل الثالث بمجموعه الفوسفات. ف نمبر 1 فوسفوليبيد اللي كونتين فوسفات جروب، راح يشمل لنا عندنا جليسيرو فوسفوليبيد والسفينجو فوسفوليبيد. يعني احنا الترايجليسيرايد ذكرنا 3 فاتي اسيد مع الجليسيرول، لكن هوني بالفوسفوليبيد الثالث واحد من اللي راح يستبدل بمجموعة الفوسفات، ونطلق عليه فوسفوليبيد بين نوعين، الجليسيروفوسفوليبيد السفينجوفوسفوليبيد. بي عندنا الجلايكوليبيد اللي هو كونتين راح يحتوي على الفاتي اسيد والسفينجوسين بدل الجليسيرول، هوني راح تحتوي على السفينجوسين بدل الجليسيرول، وايضا هوني من اسمه جلايكوليبيد يعني يحتوي على الكربوهيدرات. نجي على اذر كومبلكس ليبيد اللي هو السلفوليبيد، عندنا الامينوليبيد اللي تحتوي على الامينوليبيد، واللايبو بروتين اللي هي ايضا يكون بها بروتين، يعني الليبيد زائد بروتين. فوسفوغليسيرايد نجي it is are a family of lipid similar in structure to triglycerol. They include glycerophospholipid and sphingomyelin. تلاحظون هوني الجليسيرول، هذا هو الجليسيرول، ارتبط معانو اثنين من الفاتي اسيد، ارتبط معانو اثنين من الفاتي اسيد، نعم، وارتبط معانه الفوسفوريك اسيد اللي هو هذا، تلاحظونه هذا مجموعة الفوسفات جروب، وايضا ممكن يكون بينه قاعدة نيتروجينية. طبعا هون تلاحظون هذا اذا استبدل هون ايضا يعني نضاف هون مركب اخر، فهذا هو نطلق عليه عندنا الفوسفات دي الفوسفوجليسيرات، فاذا نضاف عليه المركب حسب نوع المركب راح نطلق عليه، يعني مثلا هون نضاف عندنا الكولين نقول عليه فوسفاتيديل كولين، او مثلا إثينولامين نضاف هون بعد هاي المجموعه راح نقول عليه فوسفاتيديل إثينولامين، فحسب نوع المركب اللي راح ينضاف راح نسميها، راح تجيكم ان شاء الله. نعم الجليسيروفوسفوليبيد It is the most abundant lipid in the cell membrane. It is the triesters of glycerol, which OH group is esterified with the fatty acid. And the one third is esterified with the phosphoric acid. وهذا بدوره راح يسترفايد with الكحول، مثل ما ذكرت لكم، هذا اثنين منهم راح يعني esterified هذا مع الفاتي acid، اثنين مع الفاتي acid. الثالث راح يصير بينه esterified with the
الفوسفوريك أسيد مع الفوسفات، وهذا بدوره راح يرتبط مع السيبين وأستريفايت مع الكحول. زين، راح السيبين وأستريفايت with الكحول مثل ما ذكرت حسب نوعه. فإن كان كولين راح نطلق عليه فوسفاتيديل كولين، إذا ارتبط بينه أثينولامين راح نطلق عليه سيرين فوسفاتيديل سيرين، وهكذا. طبعا هو هذا ذكرت لكم هي اللي هو هون ستراكشرات مالتون، ثم يعني هي مجرد الاطلاع بس تعرفون انه المركب اللي راح يرتبط معانه والتسميه. الستين اذا ارتبط معانه الكولين فاما نقول عليه انه فوسفاتيديل كولين او الستين نفس الشيء. It is a phosphoglyceride that contains the amino الكحول كولين اركود ليستين. طبعا هو اللي راح يرتبط بينه اثنين من الفاتي اسيد، هي تكون نون بولر فاتي اسيد، وارتبط بينه اللي هو هذا الفوسفات، وهذا ارتبط بينه ايضا الكولين، هذا يكون بولر، هذا يكون نون بولر، هذا يكون بولر اللي هو الهيد. The fatty acid at the first and the second position are available، بالاول بالموقع الاول والثاني. And so there are number of different possible of lecithin. Because lecithin contain negatively charged oxygen atom in the phosphate group and the positively charged nitrogen atoms in the quaternary ammonium salt group, the end of the molecule is highly hydrophilic while the rest of the molecules is hydrophobic. يعني الليستين راح يسلك السلوك الانفوتيري، ليش؟ لانه راح يحتوي على البولر اللي هو بالهيد ويكون يعني من جهه الفوسفات، ونون بولر ايضا راح يحتوي على جزئين، فهذا راح يسلك السلوك امبليسيفاينج ايجنت السلوك الانفوتيري and form an important structure component for the cell membrane. form the فراح يكون عندنا المايسيل، راح يكون هون المايسيل which play a role in transport of lipid in the blood stream، اللي هي راح ينقل البلود الانسوليوبل ليبيد مثل ما ذكرناها in the blood stream. commercially راح يستخدم صناعيا تقريبا ليستين extracted from the soya beans and candies، يعني يستخدم بالصويا بين والكاندنس الحلويات to provide a smooth texture، حتى يعطي هذا الملمس الناعم. سيفالين في الكولين أشي ينتج لنا، نعيدها مرة اللغة، التحلل الأنزيمي لجزيئة الفوسفاتيديل كولين راح تنتج عنا واحد من الجليسيرول، وينتج عنا مولان من الأحماض الدهنية مثل ما تلاحظون مع الجليسيرول، ومول واحد من الفوسفوريك ومول واحد من الكولين. هذا تلاحظون أكثر شيء موجود بصفار البيض، فضلا عن تركيب موجود دخوله في تركيب الأغشية الخلوية والبروتين الدهني لبلازما الدم، ينتج عنه مول واحد من الجليسيرول ومولان من الأحماض الدهنية ومول واحد من حامض الفوسفوريك ومول واحد من الكولين. السيفالين يتركب هذا النوع من مول واحد من الجليسيرول ومولين من الأحماض الدهنية ومول واحد من الفوسفوريك ومول واحد من الأثينولامين. نعم، phosphoglycerol that contain the amino alcohol ethinolamine or serine is called cephalin. زين، طبعا هذا يكون موجود in the muscle cell membrane خاصة بالبرين تشو، يكون مهم موجود بالحليب الأبقار، وأيضا مهم جدا لنمو الدماغ لدى الطفل.
It is also found in the blood platelet, أيضا موجود بالصفائح الدموية للدم, and the play role in the blood clotting, وأيضا يلعب دور لأن هو موجود بالبلاتلت فيكون يلعب دور مهم في عملية blood clotting. فهذا التحلل ينتج لنا مول واحد من الجليسيرول ذكرته الكمية, ومولين من الأحماض الدهنية, ومول واحد من حامض الفوسفوريك, ومول واحد من الأثينول أمين. هذا ستراكتشر للاطلاع أو للتوضيح. مثل ما تلاحظون هذا البولر اللي هو باللون الأخضر, وهذا يكون اللي هو باللون الأصفر اللي هو نان بولر, وهذا اللي هو الفوسفات جروب. السفينجو فوسفوليبيد اللي هو الدهون الاسفنجيه, طبعا الدهون الاسفنجيه يحتوي على المركب السفينجوسين, يحتوي على مركب السفينجوسين. ايش هو الاختلاف عن السابق؟ هناك كان اكو جليسيرول مكان السفينجوسين, تلاحظون اكو جليسيرول, لكن هوني راح نلاحظ السفينجوسين بدل الجليسيرول. هذا هو راح يحتوي على المركب السفينجوسين وحامض دهني, ولا يحتوي على الجليسيرول, وهو من ابسط انواع الدهون الاسفنجيه واكثر شيوعا ناقل عليه. One important types of sphingolipid is the sphingomyelin. السفينجوميلين يشبه طبعا الفوسفاتيدين كولين الى حد كبير, الاحتواء على حامض دهني وحامض الفوسفوريك, عدا وحده الجليسيرول الموجوده في الفوسفاتيدين كولين استبدلناها بالسفينجوسين. فهون راح يتالف من السفينجوسين ومول من الفاتي اسيد والفوسفوريك اسيد مع قاعده نيتروجينيه. طبعا يكون موجود بصفار البيض, ايضا يكون موجود بالكبد الكليه, وتمثل بصوره ابطا من الدهون المفسفره يعني, ولهذا فهو اكثر ثباتا واستقرارا للخليه. فالسفينجوميلين تلاحظون التحلل مالته يعطينا مول واحد من السفينجوسين ومع فاتي اسيد والفوسفات ومع ارتباط مع الامين والكحول, مثال عليها عندنا هون الكولين. فعلى سبيل المثال السفينجوميلين ار فاوند ان ذا برين اند نيرف تشو, يكون موجود بالبرين وبالنيرف تشو, مثل عليها المايلين شيت ذات بروتكت نيرف, الغلاف النخاعي الذي يعد مادة عازلة وتغلف الأنسجة العصبية اللي تألف وتعمل بروتكت يعني حماية. فالتحلل الكامل للسفينجوميلين راح ينتج عنه مول واحد من حامض دهني, مول واحد من حامض الفوسفوريك, ومول من الكولين, ومول واحد من السفينجوسين. يعني هون تحفظون انه كل واحد ايش ينتج لنا بدون حفظ الصيغه, بس تعرفون انه السفينجوميلين كم مول واحد ينتج من الاحماض. مثلا هون مول واحد من الحامض الدهني, مول واحد عندكم تعرفون من الحامض الفوسفوريك والى اخره. الجلايكوليبيد اللي هي الدهون السكريه, طبعا تتميز الدهون السكريه باحتوائها على مجموعه سكريه واخرى دهنيه لا تحتوي على حامض الفوسفوريك. هون تلاحظون ما راح تحتوي على حامض الفوسفوريك, لكن تحتوي على مجموعه سكريه ومجموعه دهنيه. من اكثر الدهون السكريه انتشارا اللي هو السيريبروسايت, هذا السيريبروسايت راح يحتوي على سكر اللاكتوز والسفينجوسين في آن واحد, يعني يحتوي على سكر اللاكتوز والسفينجوسين, ولهذا ممكن نقول انه هو من الدهون السكرية والاسفنجية. زين glycolipid are the sphingolipid that contain carbohydrate usually monosaccharide, مثال عليها ذكرنا اللي هو السيريبروسايت because of their abounded in the brain tissue, اللي هو يكون موجود بالبرين شو
زين، فحفظنا احتواء السيربروسايت على السكر والسفينجوسين، فإنه يحتوي على حامض دهني مكون طبعا من 24 سيربروسايت، راح ينتج عنا مول واحد من السكر اللاكتوز، ومول واحد من السفينجوسين، أو مثلا تقولوا لي مول واحد من الكربوهيدرات، مول واحد من السكر اللاكتوز، ومول واحد من السفينجوسين، ومول واحد من حامض دهني. من عيدة الجلايكوليبيد تحتوي الدهون السكرية، الجلايكوليبيد يحتوي على مجموعة سكرية ومجموعة دهنية، وهون تلاحظون ما يحتوي على حامض الفوسفوريك، هون لا يحتوي على حامض الفوسفوريك، وأكثر انتشارا هي اللي هو ناخذ عليه السيربروسايت. السيربروسايت يحتوي على سكر اللاكتوز والسفينجوسين في آن واحد، وما يحتوي على حامض الفوسفوريك مثل ما قلنا الحامض الفوسفوريك. ولهذا فهو يحتوي على سكر اللاكتوز والسفينجوسين، فيمكن أن نعده من الدهون السكرية والأسفنجية في آن واحد، وتكون يكون أيضا موجود بالبرين تشو. فالتحليل الأنزيمي للسيربروسايت راح ينتج عندنا مول واحد من سكر اللاكتوز، ومول واحد من السفينجوسين، ومول واحد من حامض دهني. البريكيرسرز اند ديرايفد ليبيد الثالثة اللي مثل ما أول محاضرة ذكرت لكم إنه يكون بها السمبل ليبيد والكومبلكس ليبيد ذكرناها. ثالثا بريكيرسرز اور ديرايفد ليبيد، مثال عليها الفاتي أسيد والكيتون بوديز اند الديهايد ريزلت فروم ذا هيدروليسيس اوف ليبيد ميسيلينيوس ليبيد، اللي هي الدهون المتنوعة اللي تشمل عندنا الفات سوليوبل فيتامين الكاروتينويد الستيرويد، مثال عليها الكوليسترول الستيرويد هرمون اند البايو سولتس. الرانسيديتي ناخذ ان شاء الله it is a physiochemical change in the natural properties of the fat leading to the development of unpleasant odor or taste or abnormal color particularly in aging after exposure to the atmospheric oxygen light moisture bacteria and fungal contamination or heat. يعني هي التغيرات الفيزيائية والكيميائية اللي تطرأ على خصائص الدهون نتيجة تعرضها للرطوبة أو تعرضها للضوء أو بالترك فترة طويلة يعني بالهواء الجوي أو بكتيريا and fungal contamination التلوث بالفطريات والبكتيريا، فراح يعطينا unpleasant odor or taste، يعني راح تكون طعم ورائحة غير مستحبة بسبب هذه الظروف اللي مرت بها. فطيب and causes of rancidity اللي هي ايش هي انواع او اسباب الرانسيديتي، اللي هو hydrolytic rancidity and oxidative rancidity and ketonic rancidity. عملية التزنخ هي الأكسدة الكاملة أو الغير كاملة للتحلل المائي للزيوت والدهون، تتأكسد يعني تتأكسد وتتلف، يعني تتلف الدهون إذا تعرضت للضوء للحرارة الرطوبة عن طريق النشاط البكتيري، راح ينتج عنا طعم ورائحة كريهة. وعلى وجه الخصوص عندنا التحلل المائي اللي هو الهيدروليتيك رانسيديتي. When butter or other fat are stored, they become rancid and impalatable. Rancidity is caused by the growth of the microorganism which secreted enzyme like lipase. عندما يعني يخزن الفات فترة طويلة impalatable يعني راح يكون يعني غير مستساغ. غير مستساغ وراح بسبب نمو المايكرو اورجانيزم اللي راح تفرز انزيم اللايبيز. زين
فهذا راح تشطر عندنا الترايجليسيرايد وتحوله الى الجليسيرول، والفري فاتي اسيد راح تحوله الى الجليسيرول، موجود انزيم اللايبيز الى الجليسيرول والفري فاتي اسيد، وهو هذا الفاتي اسيد اللي راح يعطينا ان بلاسنت ادر اند فليفر تو ذا فات، يعني رائحه يعني غير مستحبه. However, better may be prevent from becoming rancid. يعني حتى نمنع انه يزن داخل الدهن يعني حتى او يصير بينه rancid by refrigeration or by the exclusion of water. نخلينه بالفريزر يعني. فتلاحظون ان تتحلل الدهون نتيجة عمل هذه الانزيمات او الكائنات المجهرية راح تنتج عنه احماض دهنية ذات سلاسل هيدروكربونية قصيرة، مثل عندنا حامض البيوتاريك اللي هو له رائحة كريهة، كما هو حال يعني بتزنخ الزبدة، فتحولها الى الديهايدات او كيتونيات قصيرة السلسلة غير محتملة في الطعم. الأكسيداتيف رانسيديتي العفو يمكن هون الترايجليسيرات قلنا ذكرناها شطرت الى الجليسيرول والفري فاتي اسيد، قلت لكم اللي اعطاها الطعم والرائحه الغير مستحبه. الاكسيداتيف رانسيديتي اللي هي راح تتحول الى بيروكسايد، هون اوكسيديشن اوف فات اور اويل تو دو اكسبوجر تو اكسجين لايت او هيت راح يتحول الى البيروكسايد that is toxic and had bad odor، يعني اللي هو يكون سام او هو يعني رائحه غير مستحبه. Oil containing highly unsaturated fatty acid are spontaneously oxidized by atmospheric oxygen at ordinary temperature. يعني ممكن ان تتأكسد يعني درجات الحراره الاحتياديه. The oxidation takes place slowly and result the formation of short chain fatty acid and aldehyde which give the rancid taste and odor to the fat. الأحماض الدهنية غير مشبعة الموجودة بالدهن تتحول الأواصر المزدوجة إلى بيروكسيد وبالتالي إلى مركب الألديهايد والكيتونز. هون هتتحول إلى الألديهايد والكيتونز، هناك أعطانا بالهيدروليتيك أعطانا الجليسيرول والفاتي أسيد اللي أعطانا هو الطعم والرائحة الغير مستحبة، هون تتحول إلى بيروكسيد وبالتالي إلى مركبات الألديهايد أو الكيتون واللي هي أعطت أحماض هي عبارة عن أحماض طيارة لها رائحة كريهة، بوجود هذه العوامل المساعدة اللي ذكرناها من ضوء من حرارة رطوبة اللي تعمل على تعجل عملية التزنخ. The oxidation takes place slowly and results in the formation of the short chain fatty acid and aldehyde which give the rancid taste and odor to the fat. اللي هي راح يعطينا يكون رانسيد و يعني رائحه غير مستحبه. الكيتونيك رانسيديتي اللي هي تحدث بسبب وجود فطريات التي تعمل على عمليه الاكسده due to contamination with fungal moisture accelerate the ketonic rancidity بسبب وجود الفنجل. Prevention of rancidity avoidance of the causes راح نتجنب الأسباب. إيش هي الأسباب اللي عسبب الرانسيديتي؟ exposure to light الأكسجين moisture high temperature and bacteria or fungal contamination. هاي الأسباب راح نتجنبها حتى نمنع حدوث الرانسيديتي. النقطة الثانية by keeping fat or oil in well closed count cold dark and dry place راح اخلينه بمكان يعني مغطى يكون واخليه بمكان بارد ويعني ما تصل عليه يعني دارك ما تصل عليه اشعه الشمس. النقطه الثالثه addition of antioxidant the most common natural antioxidant is the vitamin E ممكن نضيف علينا الانتي اوكسيدنت ومثال علينا الفيتامين E
Oxidative rancidity is observed. Oxidative rancidity is absorbed more frequently in animal fat than in the vegetable fat. طبعا التزنك يصير عادة بالانيمال فات اكثر من الفيجيتابل فات. This is due to presence فيجيتابل اويل راح يحتوي على الانتي اوكسيدنت هو يعني احتوائه مثال علينا such as التوكوفيرول الفيتامين اي فينول اد نيفثولز والى اخره اكسترا which is انتي اوكسيدنت فيتامين اي therefore sometimes added to food to prevent rancidity يعني ولهذا sometimes راح نضيف الفيتامين اي حتى prevent rancidity. Hazards of rancid fat. The products of rancidity are toxic, causes food poisoning and cancer. يعني نتائج الرانسيديتي يكون سام وممكن أن يسبب تسمم الغذاء والكانسر اللي هو السرطان. Rancidity destroys the fat soluble vitamin. أيضا راح تعمل على تحطيم الفيتامينات الذائبة في الدهون. الفيتامينات الذائبة بالدهون اللي هي الـ A والـ D الـ K الـ E اللي هي نختصرها إيدك. إيدك A D K E. فهذه هي الفيتامينات الذائبة بالدهون. إن شاء الله تأخذون بعد كم الفيتامينات الذائبة بالماء. Rancidity destroys the polyunsaturated essential fatty acid. راح ايضا راح يحطم الانساتوريتد اسينشال فاتي اسيد. رانسيديتي كوز ايكونوميكال لوس راح تعمل على خسائر اقتصاديه بيكوز رانسيد فات از انيدبل تكون غير صالحه للاكل ان فيت تو ايت غير صالحه للاكل. Steroids. نكمل لو نتوقف إلى حد الستيرويد. إن شاء الله. طلاب وهكذا انهينا محاضراتنا لهذا اليوم. ان شاء الله غدا نكمل محاضراتنا ما تبقى من محاضرات الحياتية.